السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده الشكل النهائي للخلطه اللي انا عملتها لكم امبارح، اللي بقول لكم بتعمل زي انتعاش للجسم، بتتحط في البانيو. طبعا هي الفكره اللي انت بعد ما يعني تعملها تحطها في اي مكعبات. انا عملتها زي ما هي فنشفت زي الحجر اهي جوه العلبه بتاعتها، لكن انت بعد كده تحطها في مكعبات صغيره عشان تاخد القالب تحطه في البانيو اثناء الاستحمام. ممتازه جدا منعشه. طبعا هي عباره عن 100 جرام بيكربوناته، 100 جرام ملح ليمون، ازازه زيت نعناع من عند العطار، مع 20 جرام جريسلين، بيتقلبوا كويس مع بعض زي ما بقول لك كده، وتشكلها انت كور صغيره. انا هوريك بص شكلها عامل ازاي. انا هاخد منها مثلا حته صغيره، انت بقى لما تحطها ايه ريحتها نعناع حاجه جميله جدا. واروح احطها فين؟ في البانيو اثناء الاستحمام، احطها في البانيو اثناء الاستحمام، هتعمل زي نظام انتعاش للجسم، حاجه كده ممتازه وفي نفس الوقت مرطب للجسم ومنعش. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله انا اجيب لكم تركيبه جديده وجميله جدا وسهله موفره، الا وهي عباره عن صابونه مساج للجسم. تمام، منها مساج بتفوق الجسم بالنعناع، تمام، ريحته بزيت النعناع ومرطبه في نفس الوقت لان داخلها جريسلين. طبعا تركيبه سهله وبسيطه وهتجيبها من عند العطار، مش مكلفه خالص. هنقول عباره عن 100 جرام ملح ليمون و100 جرام بيكربوناته وازازه زيت الحواج اللي هي بالنعناع 30 مللي و20 جرام او 30 جرام جريسلين حسب ما انت حابب. تمام، وهنخلي ميه جنبنا وهنبتدي نشتغل الاول في التركيبه. هجيب ازازه زيت النعناع نكبها كده، يبقى معانا طبق نضيف. دي مساج للجسم ممتازه جدا، بتفك الجسم حاجه تفك، ترميها في البانيو. تمام، ما عندكش بانيو تمسح بيها على جسمك عادي اثناء الاستحمام، ممتازه حاجه كده تعمل لك زي نظام انتعاش. بعد كده حطينا الجريسلين، هندوبهم في بعض كده الاول. طبعا هي عبارة عن صابونة ناشفة، ماشي، احنا هنقطعها، يعني احنا هنقطع منها في الاخر حتة طبعا جامدة جدا. وهنحط ملح الليمون، عايز تسميها صابونة فوارة سميها زي ما انت تسميها، المهم انا هديك تركيبة بفضل الله تعالى ممتازة جدا. بعد كده هنحط البيكربوناته، الميه اللي عندنا دي هتبقى دافيه. تمام، خدها يا مش مش. طبعا زي ما انتم شايفين الخليط عامل ازاي، فعل مع بعضه. اهم حاجه نقعد نقلبه كويس عشان يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها في الاخر، الا وهي الصابونه. احنا هنقطعها بعد كده، تمام، ونخليها صابونه. طبعا الناس فاكره ان احنا نستخدمها وهي سايله كده، لا، احنا بنقلبها كويس وهنسيبها تنشف. وهوريكم استخدامها ازاي. اهم حاجه زي ما بقول لكم نقلبها كويس.
وانا نسيبها لتاني يوم لحد ما تنشف، ونيجي نقطع منها ونحط في البانيو زي ما قلت لكم. هوريها لكم لما تنشف ان شاء الله باذن الله، حاجه فوق الروعه في الانتعاش بتاع الجسم. اهم حاجه تصلي على النبي وتعمل لي لايك وشير.